بالنسبه ليك عقارب الساعه لا يمكن ان تدور الى الخلف. اغزل لي عندك زوز مواقف واضحين. موقف الخارجية الألمانية وما تعبر عنه هو تقريبا الاتحاد الأوروبي وحتى التقاطع مع الاتحاد الدولي الاتحاد الأمريكي والقرب من الاتحاد الأمريكي، فما ملفات التنسيق واضح وقوي بين الألمان والأمريكان. الصمت الجزائري الدائم والصمت الفرنسي الدائم وحديث على الالتزام بالدستور وعدم وصف ما حدث بأنه مرفوض أو لا، الكل تقول لك اضطراب سياسي نتجاوزوه، ما يتم التعامل مع القوى الخارجية تتعامل مع المشهد التونسي على أنه اضطراب سياسي. والاضطرابات السياسية مختلفة على في تقييمها هي على الانقلابات. دونك لهنا اليوم ما عادش نحكيو او القوى الخارجية لا تحكي على ما يحدث في تونس انقلاب، انما اضطراب سياسي واضح. هيكل المكيال القيادي في حركة الشعب والنائب المجمد النائب المرفوع عنه الحسنة، نحبوا ناخذوا اكثر ايضاحات حول موقف حركة الشعب، حركة الشعب المعروف انها مقربة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هيكل المكي المعروف انه ايضا مقرب من دوائر قصر قرطاج، حتى انه البعض يقول لك انت واحد من العقول المدبره والمخططه لهذه القرارات اللي اتخذها الرئيس قيس سعيد. في بيان رسمي لكم حركه الشعب تعلن وتعتبر ان رئيس الجمهوريه لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تملي عليه مسؤوليته في اطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وامن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدوله. تعبروا عن مساندتكم للقرارات اللي اصدرها رئيس الجمهوريه وتعتبروها طريق لتصحيح مسار الثوره الذي انتهكتها القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها. تدعي رئاسة الجمهورية للمحافظة على المكاسب اللي تحققت في مجال الحرية العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي اللي راهنت عليه اللوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية وفق تعبيركم بلا مضمون اجتماعي سيادي، وتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية اللي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها. ودعيت الشعب التونسي إلى المحافظة على سلمية تحركاته والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى بهذا الموقف. جزء من الرأي العام، جزء من الشعب التونسي الرافض لهذه القرارات يعتبركم تدعموا في انقلاب على الدستور. تعليقك هيكل المكي. أولا نحب نعبر على تضامني الكامل معك في التهديدات اللي تعرضت لها، وهذا ليس غريب على الإرهابيين واللي هم ضد الحياة وضد السلامة وضد الأوطان. وثانيا نحب نثمن هذا البيان الصادر عن حركة الشعب اللي فيه وضوح للرؤية، وضوح كبير دون تردد دون وجل، دون كانت مباشرة حركة الشعب كعادتها في الاصطفاف ليس مع رئيس الجمهورية كما يدعي البعض، ولكن مع مطالب الشعب التونسي، مع إيمانها العميق بأن هذه الدولة لا تكون إلا اجتماعية أو لا تكون، مع إيمانها بعودة مرفق عام الصحة وإعادة تشكيله من جديد وفق حاجيات الشعب التونسي ومرفق العام التعليم ومرفق عام النقل. هذا ما نلتقي فيه مع رئيس الجمهورية، نحن مع رئيس قيس سعيد المؤمن بالدولة الاجتماعية والمؤمن بالسيادة الوطنية، والذي يعتبر كما نعتبر أنه الموقف السيادي يمكن أن يخلق تنمية، ونحن معه وهو معنا في محاربتنا للفساد، في محاربتنا للأوليغارشي لحكم العائلات في تونس. الناس اللي هل تعتبر أنه الخطوة والإجراءات اللي تم الإعلان عنها هي معناها خطوة في المسار هذا؟ أنا هل حركة الشعب عندها قناعة أنه ما قام به الرئيس من أجل السيادة الوطنية، من أجل التنمية، من أجل الحرية؟ طبعا من أجل شعب تونس، وهذا مطلب شعب تونس. أنا مطلب شعب يسعدني أن أكون نائبا مجمدا، لأنه البرلمان ومرفوع عنك الحسنة الآن، وهذه الحسنة تكون عرضة لي. أنا أذكرك إذا كان عندك ملفات هيك المك. مرحبا، ما أنا مانيش فوق القانون. أنا أذكرك بأن نواب حركة الشعب رفعوا الحصانة تلقائيا عن أنفسهم في إعلان شهير منذ أشهر، قالوا نحن ومن الآن يا رئيس مجلس نواب الشعب رانا لا تعنينا هذه الحصانة. وش معناها بربي حصانة؟
خارج صور البرلمان. واحد يعمل جريمة خارج صور البرلمان يتمتع بحصانة. الحصانة مفهومها هي أنه يحصن النائب لدى قيامه بدوره البرلماني في آراء داخل قبة البرلمان، في الأسئلة توجه بها، في معارضة الحكومة، في الصدح بالحقائق. هنا راهو محصن. أما يمشي يعمل جريمة ويمشي يتحيل على الناس ويمشي يفك نتاع الناس ويمشي يظلم الناس ومن بعد تكون عنده حصانة، أنا أعتقد شهرتكم على من يصفكم بالإنقلابيين من يصفكم بأنكم الآن تدعموا كحركة شعب مسار انقلابي على الدستور والثورة. مسار انقلابي شكون عامله يا أخي؟ رئيس عنده شرعية مكثفة كما الرئيس قيس سعيد وهو رئيس الدولة التونسية بثلاثة مليون ناخب تقريبا، ينقلب على من؟ إخي هذا الفصل 80 موجود في الدستور ولا لا؟ عنا باهي تو نناقشوا شوية في جزئيات تأويل الفصل 80. إخي الشعب التونسي أمام خطر داهم ولا لا؟ إخي فما انهيار لكل المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل المستويات، فما انهيار. إخي الشعب التونسي اللي ما يموتش بالفقر والجوع يموت أمام مستشفى قدام سبيطار ما ينجمش حتى يتنفس. هذا هو وضع الشعب التونسي. الخطر داهم، والخطر داهم منذ مدة، والإجراءات الاستثنائية كما ينص عليها الفصل 80 من الدستور يجب على رئيس الجمهورية، مش خيار عنده، يجب عليه حماية هذا الشعب من الزوال، ويجب عليه حماية هذه الدولة من الانهيار. هذا هو اللي قام به قيس سعيد، وهذاك علاش شفنا انساء في تونس البارح في الشارع تزغرت والرجال يفرقوا في الحلوة. هذا هو الشعب التونسي، وهذه مطالب الشعب التونسي. التجميد البرلمان، البرلمان جمدته حركة النهضة حين اختطفت هذا البرلمان. ما عادش برلمان الشعب التونسي ولا برلمان حركة النهضة، ما عادش برلمان في قوانين لصالح الشعب التونسي ولا برلمان في قوانين لصالح لوبيات معينة في البلاد. البرلمان وإمكانياته وإدارته وكل ما في البرلمان من أجل حركة النهضة. هل هذا يبرر تشبيع السلطات في يد رجل واحد هيكل مكة؟ هل من المعقول؟ البرلمان أصبحت ساحة للصراع، حلبة انت اقتتال وتصدير العنف للشارع التونسي. هذا هو اللي شفناه في البرلمان. البرلمان اختطف منذ مدة من حركة النهضة وأصبح برلمان ضد الشعب التونسي وليس لصالح الشعب التونسي. قيمك للمشهد متفقين فيه، وضعية الخطر الداهم متفقين فيه، متفقين في الوصف، في التقييم، في اعتبار ما نحن فيه مهزلة بكل واحد بكل معايير، الكارثة الصحية والاقتصادية والإخلالات اللي مارستها الحكومة والفساد المتفشي وغيره. تقارير أممية حسب تقارير أممية أسوأ إدارة للوباء في بلدان العالم هي موجودة في تونس. شكون وراها؟ وراها المشيش وحكومته وحركة النهضة أساسا الدعم لي. مازال يتذكر الفضيحة اللي صارت في يومي التلقيح المفتوحة والصراع والتلاعب بأرواح الناس من أجل حسابات سياسية، هذا متذكرين ومتفقين. لكن قلت لك أزربال، معنا حكيت لك، قلت لك ما هنا هنا عند حاجة عندها يامات. لكن هل حتى أزربال عنده يامات؟ عنده جمعة جمعتين، عنده جمعة وشوي، عرفت جماعة الخلاعة. ما علينا في الأزربال هذاك، ربي يوجههم خير، هاهم مشاو. السؤال هل هذا هو الحل الوحيد؟ هل اليوم نعتبره أنه ما قام به الرئيس كافي، أم يلزمنا اللي قام به الرئيس تقييمه صحيحة وخاطئة نحطه على جنب، نختزله كفرصة لتصحيح لوضع قواعد جديدة، والقواعد الجديدة تكون ملزمة للرئيس؟ لأنه اللي هنا فهم مشكلة آخر، أنه اكتشفنا أنه الرئيس لا شيء يلزمه شخص خارج من الدستور فوق الدستور يؤول كما يريد. خطر تأويل وفق الطلب متاعه يعني أن الدستور يتمطط معه، هذا زاد اختر. رأوا القول أنه نحن كنا في وضع سيء وسيء جدا معاك، لكن القول أنه اللي صار هذا ما ينجمش نقلنا إلى مشهد سيء زاد رأوا اختر. أنه الوضع سيء هيكل المكي، أنه ما قام به الرئيس مطلب لقطاعات واسعة من التوانسة، هذا لا يعني منح سك على بياض للرئيس قيس سعيد هكا يرى بعض من التوانسة. تفضل. عن وشكون يخالفك في هذا؟ والرئيس بيدو اعتبر أن المدة محددة في 30 يوم كما ينص الدستور، واعتبر أن من واجبه حسب الفصل 72 من الدستور حماية هذا الشعب، حماية أرواح الناس. وصلنا رو 18,000 ميت من أجل بسوء الإدارة وبتهاون هذه الحكومة وحزامها السياسي. رانا وصلنا التوانسة يجوعوا، التوانسة يأكلوا من الزبلة، رانا وصلنا الوضعيات. مع إذا هو ما يقومش بدوره ويحمي شعبه حسب الفصل 72 ويحمي المؤسسات الدولة اللي تنهار،
اللي ولت أصبحت منتهكة من المهربين ومن اللوبيات ومن الفاسدين ومن الإرهابيين. المطار واقعة المطار فقط وتلك الجريمة في حق الدولة التونسية ومؤسساتها. أنا أعتقد أنه جريمة المطار فقط يمكن أن تثير الفصل 80. الناس انتهكت الدولة، الناس تحب ما يصير في وزارة الداخلية، مدير عام المختصة اللي جابه سلم الشيشي اللي هو مشكلة كبيرة أمنية في البلاد، واللي هو يتجسس على التوانسة وعلى السياسيين وعلى المعارضين، واللي هو يكون في ملفات حق وباطل على الناس، واللي هو من أكبر الناس اللي عندها ملفات فساد اللي جابه وحطه على كلاكل التوانسة، والناس الكل تعرف من هو مدير عام مختصة لازر لونجو. كل هذا اللي واقع، كل هذه الإقالات اللي على المقاس، حركة النهضة تحب يقيل وزير الصحة يلزم يقيله، حركة النهضة تحب يقيل وزير العدل يلزم يقيله، حركة النهضة تحب يقيل كذا يلزم يقيله، هذا ما كل هذا عجل بأنه رئيس الجمهورية يقوم بواجبه. واضح قام بواجبه. ما هي الضمانات التي تمتلكها حركة الشعب، تمتلكها تونس، يمتلكها الشعب التونسي، بأنه لن يذهب إلى ديكتاتورية، بأنه مش باش يجي باسم الإنقاذ؟ ما لا ما تعرفوش قيس سعيد. ما يهديك قيس سعيد ما تعرفوش. ما حد يعرف قيس سعيد. ما تعرفوش قيس سعيد رجل في الديمقراطيات ما فماش صكوك على بياض. شوف لا لن لم الطريق إلى جهنم لو جاء حبلة بالنوايا الحسنة لو جاء عبد الناصر من قبله أو جاء عمر بن الخطاب من قبله لن نمنحه سكن على بياض نحن في حركة الشعب. لكن كل هذه الهجمة ضد رئيس الجمهورية والتخويف من الديكتاتورية، الرجل ليس بديكتاتور، الرجل ديمقراطي أكثر من أدعياء الديمقراطية، الرجل يقوم بواجبه في حماية دولته وشعبه محدد في الزمن، يقوم بالإجراءات لازم القيام بها، ونحن كلنا وجميعا مع بعضنا نسند الرئيس ونحميه ونحمي البلاد من أي انحراف ممكن. هذا جميل جاوبك بما قاله الاتحاد. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن مساندته للإجراءات ولكن يعلن عن مرافقته. هل حركة الشعب سترافق هذه الإجراءات؟ بما معناها باش تبقوا حيين في الشارع، ترفضوا حملات الاعتقالات العشوائية، ترفضوا عملية الاستئصال، استهداف وسائل الإعلام كما اللي صار مع الجزيرة وكل التضامن هنا مع زملائنا في الجزيرة اللي غلقهم، تستهدفوا ضرب الحريات. معناها هل باش تقبلوا انه بمنطق انه حسم هذه الأزمة وإنقاذ الشعب التونسي يتم ضرب مكاسب معينة كما حرية كما الاختلاف والتنوع؟ لا تم إغلاق جزيرة. اسمعني مكتب الجزيرة في تونس تم إغلاقه، هذا معطى. شوف أولا الرئيس قيس سعيد ماهوش من نوع اللي يقوم باعتقالات عشوائية، وهو رجل قانون احترم القانون واحترم الإجراءات. المشكل وين؟ المشكل في العدالة نتاع الفقراء وحدها ونتاع الأغنياء وحدها. في النيابة العمومية يتحرك الدعوة العمومية ضد فقير من الأحياء الشعبية وتنكل به، ومجرم كبير ويسرق في المال العام ويحدد في سياسات الدولة من وراء الستار من خلال رشوته للحزب الفلاني والحزب الفلتاني كثير الكثير منهم. العدالة هذه قيس سعيد وحركة الشعب واتحاد الشغل وكل الوطنيين عدالة للجميع، وهذه فرصة للقضاء أنهم التاريخية استقلالهم النهضة واستقلالهم على الجميع. هذه فرصة حقيقية لأن أم المعارك هي معركة القضاء، وهي قضاء مستقل ويقوم بدوره، مش القضاء البحيري نور الدين البحيري وقضاء بشير العكرمي وقضاء فلان وقضاء طيب راشد. قضاء مستقل على الجميع يقوم بدوره كما يجب ويتبع الفاسدين ويحمي شعبه ويحمي دولته. هذا اليوم به قيس سعيد، وهذا اللي دز من أجله قيس سعيد، وهذه حقيقة الأشياء. اللي خاف من أنه قيس سعيد يقوم باعتقالات عشوائية أعتقد أنه لا يعرف الرجل مرة أخرى. لكن أنتم اليوم تدعيوا للقيام بإيقافات لمحاكمة الفاسدين لاستغلال هذه التدابير الاستثنائية لتصفية حسابات سياسية، مش صحيح. وهذا قد يدخل البلاد في دوامة عنف ودوامة أزمة أعمق وأشمل. نحن سابقا والآن ولاحقا نقول يجب مقاومة الفساد بالطرق القانونية باحترام القانون، ولكن زادت الدعوة العمومية
اللي نحركوها ضد القليل والزوالي وضد ولد الحي الشعبي ونحوله سرواله ونحوله دبشه في الشارع قدام الناس وولد فلان وولد فلتان حتى كي تشد 150 جرام كوكايين وتشد بفليزة فلوس يهرب فيها ما نعمل له حتى شيء. نحن ضد هذه العدالة، العدالة على المقاس، مقاس الأغنياء نحن ضدها، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع من قيس سعيد إلى آخر واحد في الشعب التونسي. حسب المعطيات اللي عندك هيكل مكي، هل تتوقعوا أو تعتقدوا أنه سيكون هناك إيقافات في قادم الساعات والأيام؟ هل تطالبون بهذا؟ هل تطالبون بمحاكمة الفاسدين؟ طبعا في قادم الأيام نحن نطالب بتحريك الدعوة العمومية ضد كل ذي شبهة في ملف فساد أو غيره من الجرائم، وهذا حقنا وحق شعبنا علينا، وهذه الحكومة هي حكومة فاسدين وحزامها السياسي يحمي الفاسدين، والفساد أعلن دولته في البلاد هذه، أصبح الفساد، أصبحوا المهربين والإرهابيين هم يشكلوا سياسات الدولة هذه. يجب على هذا العبث أن يكف، ويجب على القانون أن يأخذ مجراه، ولكن حسب الإجراءات ودون تعسف. وأنا أعتقد وأنا إيماني في حركة الشعب أنه قيس سعيد لن يظلم أحدا، ستكون المسائل كلها في إطار القانون وفي إطار الإجراءات القانونية. عندك شيء على وضعية هشام المشيشي حاليا هيكل المكي ولا أظهر له نقول كنت والله أنا لا ليس لي علم بوضعيتهم، ولكن أطالب من خلال أمواج إذاعتكم بمحاسبة هؤلاء، أطالب بإثارة الدعوة العمومية ضد هشام المشيشي الذي أجرم في حق هذا الشعب. هل تطالبون بالقيام بإجراءات استثنائية في اتجاه مثلا إيقاف تحفظي أو إقامة جبرية لبعض الشخصيات اليوم؟ شيء مقاربتكم المعالجة السياسية والأمنية لهذه الأزمة؟ هذه الأمور من صميم اختصاص السيد رئيس الجمهورية حسب فصل 80، نطلبه أن يقوم بكل ما من شأنه الضرب على أيدي الفاسدين ولكن بمقتضى القانون. لكن هذا ينجم يتسبب في أزمة أعمق، خاصة أنه قد يتسبب في إيقاف سياسيين، إيقاف شخصيات عامة، إيقاف رجال أعمال. هاي كلمك يخمش على رؤوسهم ريشة، اللي عمل يخلص واللي ما عملش علاش يخاف. أنا ما نعرفش علاش، اللي عمل يخلص واللي ما عملش ما عندوش علاش يخاف. بذات المنطق الذي تحدثت به أن هناك عدل الأغنياء وعدل الفقراء، يعني ضربنا مفهوم العدالة للجميع، هذا ينجم يجي اليوم يقول لك أنت في إطار التشفي وحسابات سياسية لن يكون القضاء عادلا، ما عندناش عدالة، ما ثماش محاكمات عادلة. هذا واحد. اثنين، شروط المحاكمات العادلة أنه سياقات الكون متوفرة، كل سياقات حتى دفاع للنفس، حتى يدافع على حق توكيل محامي وغيره، هل هذا مضمون؟ فما إشكالية كبرى، نحن فما مدونين انتقدوا الرئيس تعدوا المحكمة العسكرية، راهو فما معطيات مخيفه زاده، مش لانه نعرف الرجل ما نعرفوش، لكن نشوف المدونين هذوما شنو الاجهزه اللي وراهم، شنو المخططات اللي وراهم. يا سيد الكريم، ممكن راكم طلبتوا لكن الحريه اولا، هاي كلمه الحريه اولا، الحريه مش الفوضى، الدستور اولا، الديمقراطيه اولا. الحريه ليست الاعتداء على الاشخاص، وليست الاعتداء على الاعراض، وليست تكوين شبكات اجراميه حقيقيه من اجل مسائل سياسيه ومن اجل لوبيات تاع فساد وراها ونتاع أموال وراها. واضح. ولذلك شوف، راهو كلمات حق يراد بها باطل، كل هذه الشعارات الجميلة كما الصندوق والديمقراطية. إذا الديمقراطية ذل الشعب التونسي كما هكا، أنا هي الديمقراطية؟ احنا في حركة الشعب حكينا في البيان على ما حشتناش ديمقراطية شكلية أو شكلانية. واضح. ديمقراطية المال الفاسد واللوبيات، نحن في حاجة للديمقراطية اجتماعية حقيقية. واضح. يتساوى فيها التونسيون في التعليم وفي الصحة وفي الضمان الاجتماعي وفي النقل وفي السكن، ها هي الديمقراطية الحقيقية. واضح. هيكل المكي القيادي في حركة الشعب، بعد شوية نرجع لك حسين العيادي زميلي محلل البرنامج معنا الآن في المباشر، عضو مجلس نواب الشعب المجمدة كما حال النائب هيكل مكي المجمد الحاضر معنا السعيد. حسب قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد القيادي في حركة النهضة الأستاذة يمينة الزغلامي. مدام يمينة، مرحبا بك على موجة ديوان أفا. أهلا وسهلا بك سي محمد، وأهلا وسهلا بزميلي المحترم المجمد. حركة النهضة تعتبر ما حدث وقرارات الرئيس انقلابا على الثورة وعلى الدستور. بعد هذا الموقف ماذا بعد يمين الزغلامي، خاصة على ضوء المواقف المتواترة وأهمها موقف ألمانيا التي تعتبر أن ما حصل في تونس ليس انقلابا، وموقف اتحاد الشغل الذي يدعو لمرافقة هذه التدابير الاستثنائية كما أعلن عنها رئيس الجمهورية؟ وين ماشيين مدام يمينة؟ وين سيتسألوا؟
أنا في بالي موقف ألمانيا، الدعوة إلى العودة إلى المؤسسات الدستورية، وهذا اللي كنت نقرأ فيه وفي بالي الخبر صحيح. وفي بالي كذلك موقف الاتحاد عن طول الشغل، موقف يعني الحقيقة جيد، لأنه في الحال كاتحاد عنده موقف من السياسيين ومن أداء السياسيين، كل السياسيين بدون استثناء، لكن أكيد الاتحاد يعني هذه المنظمة المناضلة مستحيل باش تقبل أنها يعني الديمقراطية تمشي من البلاد، لأنه الاتحاد مكبر وما اتسع كمنظمة شغيلة، يعني ينتمي إلى هذه المنظمة الآلاف والآلاف والآلاف، إلا في ظل هذه الديمقراطية التي بفضلها كذلك الاتحاد دافع على طبقات الكادحة ودافع على يعني حقوق الشغالين. فأنا نعتبر كذلك بين الاتحاد، نحن ننتظر خروج الأخ الأمين العام من القصر مع السيد رئيس الجمهورية، ونعتبر حتى البيان الحقيقة رغم أنه نعرف أنه داخل الاتحاد كما داخل حتى الأحزاب هناك الحقيقة يعني اختلافات في الآراء، وهذا شرعي يعني، لكن نعتبر البيان هذا بيان جيد كما بيان التيار الديمقراطي، والحقيقة تقصد حزب العمال يعني. لكن التيار الديمقراطي ما اعتبرش اللي صار انقلاب، عنده موقف ربما مرافض لهذه القرارات، متحفظ الدستور، لكنه ما اعتبرش اللي صار انقلاب. مدام يمين الحزب الوحيد تقريبا اللي قال صراحة هذا انقلاب بالإضافة لإتلاف الكرامة هو حزب حركة النهضة، هذا الحزب الوازن المهم اليوم في المعادلة السياسية. هل من الممكن العودة للحوار السياسي؟ هل من الممكن تقديم تنازلات لتجنب تأجيج الشارع، لتجنب الصدام، لتجنب الصدام مع مؤسسات الدولة، مع الجيش الوطني؟ التوانسة خايفين من سيناريوهات مرعبة كما صار في مصر، ونذكر شنو صار في 2013 وما بعد 2013، حركة النهضة موقفها هام الآن. والسؤال في محمد، هل ترى تونس يعني بكل تفاصيلها، وأنا منذ قليل يعني رأى في مؤشرات البورصة كلها يعني طايحة وأمورنا المالية كلها طايحة، أنه ستحتمل هذا؟ شوف اللي صاير منذ أيام الحقيقة، هذا يدعو كل الأحزاب وكل السياسيين إلى المراجعة. وما سميش اليوم سياسي باش يجي اليوم يعني تقول لي عين شافت وعين ما شافتش، لا، يلزم شاف ويقرأ مليح التوانسة اللي فرحوا القرارات رئيس الجمهورية، ويقرأ مليح زاد التوانسة اللي موجودين في ساحة باردو واللي هما رافضين هذه استثنائية وانقلاب على ما جاء في دستور 2014. وتوانسة اللي هبطوا يزمروا البارح مدام يمينة، شو نعملوا فيهم؟ اي لا هذه قلت لك، لا عاد انا قلت لك هما حكيت عليهم الاولانيين، قلت لك الناس اللي هي زمرت وفرحت القرارات السيد الرئيس، والناس اللي اليوم ما متواجدة في باردو ومازالوا يتوافدوا، ممكن يتوافدوا بالله الحقيقة. وأنا هذا المشهد لا يرضيني، لأني أنا في التأسيسي وقت زادة صارت نفس المشكلة، كنا مجموعة من النواب والناس ما يعرفوا أنه نحن ضد انقسام التوانسة وضد أنه التوانسة تضرب التوانسة. خيار اللجوء للشارع ما نجمش يكون خيار خطأ، خيار فيه تداعيات نجم تكون اختيارة مدام يمينة الزغلامي، عوض دعوة أنصاركم للنزول أمام البرلمان كان من الأفضل الدعوة لحوار، الدعوة للقاء مع رئيس الجمهورية لإيجاد حل سياسي، لإيجاد تسوية سياسية، مش وكأنه النهضة تغامر الآن وقد هذا السلوك يدفع البلاد نحو العنف، نحو المواجهة. لا لا لا، هو سيد رئيس مجمد قلت البرلمان من 30 يوم، لكن لا يمكن منع رئيس البرلمان وبعض من النواب وأنهم يدخلوا البرلمان. الحقيقة أنا تفاجأت بهذا، تفاجأت بهذا في دليل الحقيقة مسألة أعقل ويقرأ أكثر يعني. اليوم مش معناها تمنع رئيس البرلمان، نحن يعني كنواب ممكن نضبطوا لهذا القرار، لكن انت ما تمنعنيش انه ندخلوا البرلمان وتحط فيه الجيش الحقيقه. بماذا تطالب النهضه الان وهنا مدام يمين الزغلامي؟ الان النهضه بكل هدوء تطالب انه السيد رئيس الجمهوريه اولا يقرا الدستور في كليته وهو قادر على ذلك، وانه فعلا يكون هو رئيس ضامن لكل الحريات ولهذا المناخ الديمقراطي، ويدعو الجميع إلى الحوار، وكل واحد يتنازل تجاه يعني صاحبه تقول أنت بخطوة، وهذا مش عزيز على تونس، هذا أقل ما يمكن نعمله لتونس. واليوم ثم المنظمات الاجتماعية وثم الشخصيات الوطنية وثم الأحزاب، لابد اليوم أنه نحن
لابد اليوم انه نحن نرجع الى طاوله الاحتواء. زوز اسئله بشكل مقتضب مدام يمين قبل ما نعطي الكلمه لحسان العيادي يحب يتفاعل معك. بعض الانباء تفيد بامكانيه القيام بايقافات في قادم الساعات، هناك من يتحدث حتى عن امكانيه ايقاف قيادات في حركه النهضه، شنو موقفكم من الانباء هذه؟ وثانيا كيفاش تراو الحل والمخرج من هذه الازمه؟ قيس سعيد يقول فما حكومه ستتشكل لاداره الجهاز التنفيذي للدوله، حركه النهضه معنيه بهذا المسار ام لا؟ نحب رايكم وموقفكم من هاتين المسالتين مدام يمين الزغلامي. على كل اذا سيد الرئيس قال كلمه انا اعتبرها هامه، قال انا يعني لا حليت الدستور ولا علقت الدستور، اذا من يوقف الاشخاص هما القضاء، واي انسان عنده مشكله يعني وعنده فساد القضاء يوفقه يوقفه، يعني مش على راسه ريشه يعني يوقفه سيوقفه يعني، اما المهم انه القضاء هو في اطار يعني تمشي قضائي واضح، وهذا شنو المشكله فيه يعني؟ كل انسان يتحمل مسؤوليته للعمل القوية يتحمل مسؤوليته. نحن الان في معطى كبير اللي هو انقاذ هالبلاد هذه. يعني حركه النهضه لا تخشى امكانيه ان تشملها حمله الايقافات المرتقبه؟ علاش؟ كان في النهضه كما ناس فاسدين ما نحكيش على الناس اللي عبروا عن الاراء، اما هذه ناس مرتبطه في فساد وفي مسائل تمس بالامن البلاد، فالقضاء يوقفهم سيوقفهم، مش هو انا باش يجيو القضاء نقولوا لا ما توقفوهمش راهو خاطر هما جماعه النهضه، نقول هكا الحكومه المرتقبه مدام يمين الزغلامي. هذه الحكومه المرتقبه لابد انه رئيس الجمهوريه اولا يشاور فيها الناس الكل، يعني ماشيش هكا يعني يشاور فيها الناس الكل ويقع مراجعه يعني هذه الاجراءات الاستثنائيه. والحقيقه نرجع الناس الكل نحطوا سقينا على القاع، لانه سامحني سي محمد راهو تونس اللي زاد فرحوا البارح وزغطوا وزمروا في بالي اليوم كيلقاو مصباح ما لقاوش خبز ب 100 فرنك، لقاو فاتورات الماء والضوء نتاعهم خلصت، لقاو امالهم اللي هما في الاكسجين ضراوا بالكوفيد وراوا في ديارهم، وما يلقاوش انه الامور الاقتصاديه في تونس لاباس كيف كيف، راهو حتى الناس اليوم اللي هما ضد الاجراءات الاستثنائيه وضد المخالفه الصريحه للدستور وتوا اللي قدام بعض واللي نحن انا في وسطهم كيف كيف، راهم ناس متغشين واوضاعهم خايبه ومتغشين على النهضه، لكن هذوما الناس قال لك نحن ما ثم حتى مسار الا في اطار المسار الديمقراطي الشرعي. واضح. حسين العيادي تفضل. مدام يمين سؤالي لك واضح وصريح، هل عدلت الحركه من موقفها وباتت مستعده اليوم الى التحاور ليس في تراجع عن الاجراءات بل في المرافقه كما يحكي الاتحاد في المصاحب؟ اوكي ما صار صار، يجاو نخرجوا بخاف الاضرار. وهل هذا زاد السؤال الاهم، هل انه الحركه استوعبت انه هناك قيادات باتت تضر بها اكثر من ضررها بالبلاد، وانه اليوم الحركه عليها تعمل بما يسمى الانتقال الجيل نتاعها، تنتقل من مرحله الى مرحله. لانه الاخطاء هذه كان يتم التنبيه عليها منذ سنوات، وحتى في اصوات داخل الحركه كانت تتنبه على الانحرافات. اليوم كحركه نهضه وانت كقيادي في حركه نهضه، هذا سؤالي ليك، هل الحركه باش تغامر وتنجرف في السيناريو المصري اي الدعوه والتمسك والمناطحه مع الرئاس، ام انها باش تحاول تستوعب ما حدث تفهمه سياسيا وتبحث عن مخارج سياسيه تستوجب منها تنازلات اساسيه معناها ضروري؟ هذا سؤالي لك. المراجعه وانه نقراو الصحه هذه بطبيعه الحال مش اكيد النهضه ما تعمل هذا وقاعده تعمل في هذا اكيد، يعني من امبارح يعني نحن كنواب وكمؤسسات النهضه هذا الحديث موجود، وحتى يعني مجلس الشورى اجتمع وهذا الحديث موجود اللي تحكي على سيادتك اكيد، يعني نحن لازم الكل نحطوا سقينا على القاع، وكذلك الاحزاب او بعض الشخصيات السياسيه المهلين كذلك بهذه الاجراءات راهو جايكم. اذا اليوم تقمعت الديمقراطيه يعني علاش توفي كنتوا في عهد بن علي تتكلموا كنتوا تعبروا وكنتوا تنجموا تنقدوا رئيس جمهوريه رئيس برلمان كنتوا تنجموا تتنفسوا، لكن الشعب اللي جاب الحريه هذه مدام يمين الشعب اللي جاب الحريه هذه اعتبروا انه نهضه خانت الامانه لم تكن في المستوى. شوف الشعب سيدي الكريم، شوفي انا قدمتش موضوعيه قلت لك انا ابتداء نحن اليوم كسياسيين في اطار المراجعات وفهم الحقيقي للواقع التونسي، انا يلزمني كسياسيه ما راش بعين واحده الرات وانسى اللي خرجوا البارح ظهرتوا وابتهجوا موقف الرئيس وراوا التوانسه توا اللي ملوحين في الشارع واللي ضربوا واللي هما مع الديمقراطيه ومع عدم الاستثمار الديمقراطيه. واضح. خلينا نعطيك اخر الانباء مدام يمين الزغلامي. منذ دقيقه تقريبا أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا قرر من خلاله إعفاء هشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، السيد إبراهيم البرتيجي وزير الدفاع الوطني وهذا ينسطر عليها
لأنها تحتاج لوقف التأمل. السيدة حسنة بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021، كما تقرر بمقتضى ذات الأمر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. رجع لك مدام يمين الزغلامي للتفاعل مع التطورات، وباش نختم معك أيضا في علاقة بماذا تطالب حركة النهضة الآن، إلى ماذا تدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد. لكن قبل هذا نعطي الكلمة للأستاذ هيكل المكي للتفاعل مع كلامك، تفضل سي هيكل. طبعا عسلامة سيدة يمينة. بالنسبة الحديث متاعك في أنه المكسب الديمقراطي صحيح ولا تراجع عنه، ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية حين اتخذ هذه التدابير الاستثنائية فكر ولو للحظة في التراجع عن المكاسب الديمقراطية. ونحن من نساند رئيس الجمهورية في حركة الشعب في بيان قلنا أنه لا تراجع عن المسألة الديمقراطية ومسألة الحريات، واتحاد الشغل كذلك. هناك من الضمانات للمحافظة على هذا المكسب من الشعب التونسي بيده ما لا يحصى ولا يعد. المسألة مش هنا، المسألة في الفشل الذريع، في المسألة الاقتصادية والاجتماعية. مدة 10 سنوات تراكمت، خلت التوانسة تتذل، خلت التونسي يهان، خلت المعيشة لا تطاق في تونس، خلت المرافق العمومية تزيد على مباها وتنهار انهيار كامل، خلت الفساد ينتشر. وهذا كله من أجل ماذا؟ من أجل تحالفات وتوافقات حركة النهضة مع أحزاب فاسدة، مع لوبيات فساد، مع مهربين، مع إرهابيين. أنا وياك موجودين في البرلمان. تحب تبني طول، تحب تهد. هاي اذا لا لا انا لا 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 انا ما رجعش التالي. ما تخلينيش انا نقول لك باب انه سيادتك انت قبل ما تكون في حركه الشعب كنت محامي للسيد نبي القري. انا محامي، انا اشتغل انا مهنتي محامي. لا 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 خليها شوف. يلا نحبوا نقدموا، نحبوا نقدموا هيك المكان، نحبوا نقدموا، نحبوا نغزو القضيه. رجاء يمين رجاء. لا لا كنت محامي اضمن لمنوبي محاكمه عادله. انا انتم تحالفتوا مع الفساد. انتم هيك المكي تقول القاعده نبني، ما نحبش نصفوا حسابات الان، مش في حسابات. هيك المكي فضكم الشعب التونسي كرهكم، الشعب التونسي فد منكم، من حركه الاخوان المسلمين. انتم ارهابيون. لا لا هيك هيك لا 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 يعني أنتم حاميين للإرهاب، أنتم خربتوا الدولة التونسية، أنتم خربتوا الدولة التونسية. رجاءً يا سي هيكل، يا سي هيكل خربتوا الدولة التونسية. يا سي هيكل أنتم ذليتوا الشعب، يا سي هيكل يهديك الله ذليتوا الشعب. يا سي هيكل لا مدام يمينة، خلينا نحكي مدام يمينة، لا لأي خطاب تحريضي في هذا المنبر يعيشكم. نحبوا يعرفوها، تحبوا تختلفوا دون ان نسقط في التحريض وفي الاتهامات الكبيره اللي مش وقتها. رايك هذا رايك شعار ويلزمك هيك المكي باسم ديمقراطيه شكلانيه وباسم صندوق. جت المحكمة محكمة المحاسبات قالت أنه الأموال تدفقت الفاسدة على حركة النهضة وعلى حزب قلب تونس، وكانت كل المنظومة الانتخابية فاسدة، ومع ذلك يتحدثون عن شرعية الصندوق. وصلت الفكرة. لا شرعية لكم سيدتي. في إطار الإنصاف يلزمنا نعطيه الكلمة المدام يمينة. تفضل مدام يمينة للرد، وخاصة نحب نختم معك في علاقة بحركة النهضة، كيفاش تشوف خريطة الطريق الآن، خاصة في ظل من يرى استحالة العودة إلى الخلف. يقول لك الأمور حسمت الآن، حركة النهضة عليها بالتأتها، عليها بالبحث عن سبل الحوار وإيجاد التوافقات الممكنة مع رئيس الجمهورية اللي فشلتوا في إيجادها في وقت سابق. هذا هو، أنا متفقة مع الناس اللي يقولوا في الكلام هذايا، لكن مش متفقة أكيد مع هيك، لأنه هيك أقوله أنا، سامحني زميلي المحترم، حطش في قاتك على القاعة ومتجنحش برشا،
راي ليامات والساعات القادمه ممكن تخلينا الناس الكل رانا يصيرنا نعتبر. شوفني انا بدايه نعتبره تهديد هذا مدام يمينه، نعتبره تهديد. انتم ماكم العنف العنف في دمكم، نعتبره تهديد. لا الاخوان المسلمين انتم العنف في دمكم، سياسيه توافقيه، انتم معرضين للعنف في كل منطقه. نعرف الخارج من فمي، نعرف معناها نعتبره تهديد. هذا ها تهديد على الهواء. هي ما تعسفتش عليك في إطار احترام الرأي المخالف، يعيشك نخليها توصل فكرتها من حقها، تدافع على موقفها وموقف حزبها اللي مثل جزء من التوانسة. هل أن التهديد رأي مخالف؟ قلت لك مانيش نهدد فيك، كلامها واضح يظلي. تفضل مدام يمينة. وانا ابتداء سي محمد قلت نحن كسياسيين لابد ان نخسر بطول عينين وبموضوعيه. التوانسه اللي البارح يعني خرجوا وشافوا وتوافقوا الرئيس، والتوانسه اليوم كيف كيف اللي هما يعني رافضين ما اتاه الرئيس. وهذا الحقيقه انا لابيل تاعي، انا من الصباح دعيت السيد رئيس الجمهوريه وبهدوء، مازال عندي شويه امل انه رئيس الجمهوريه اللي هو في الاصل رئيس كل التونسيين انه يستمع الى هؤلاء وانه يراعي هالبلاد هذه ويطبق الدستور ويحترم مؤسسات الدوله ويدعو الجميع للحوار. انه توا تقولي انت كحركه النهضه ذهاب الامين العام للاتحاد للقصر نعتبروه خطوه جيده، يعني الرئيس مش قاعد تقول انت طبق في حاجات يعني من راسه. حركه النهضه على استعداد حركه النهضه على استعداد انه رئيسها الاستاذ راشد الغنوشي يطلب لقاء مع رئيس الجمهوريه للتوافق لايجاد تسويه لايجاد حل لانقاذ ارواح التوانسه لانقاذ الدوله لانقاذ البلاد. أكيد وأنت تعرف محمد هذه دعوة مفتوحة، أيديكم مفتوحة لرئيس الجمهورية. بطبيعة لأني أنا ماني ما نحبش تونس تقسم، ما نحبش تونس يبقاو في الشارع يعني وتونس يقول لك نحن مش مروحين إلا ما ترجع الديمقراطية وترجع الشرعية. لا أنا نحب نطمد التونس الكل، التونس اللي ساندوا الرئيس، والتونس اليوم اللي موجودين قدام صاحب باردو، أنه راهي تونس تسعى الجميع، وتونس راهو فيها رئيس دولة وفيها رئيس برلمان وفيها ناس من يعني من ناس السوقات ومن ناس اللي الحقيقه يعني يحملون الخير لهذا البلد. يلا نختم بهذا السؤال، مش بالتشفي، نختم بهذا السؤال مدام يمينه، نختم بهذا السؤال من حسن العيدي. هذا اكيد، هذا مدام يمينه وقت اللي تقول كونه نحن عرفت فما ناس باش تبقى في الشارع الى حين العوده الى الديمقراطيه، هنا فما اشكال اخر اللي هو انه الحركه تواصل في الصدام، تحسين شروط التفاوض ما يكونش في مشهد صدامي. اليوم المعادله السياسيه تغيرت. مدام يمينه سامحني ما قصيتش عليك واحترمت كلامك وسمعتك مليح، اسمعني مليح. حسن العيدي، حسن العيدي. سامحني سي حسن، قلت لك المشهد واضح انه البقاء في الشارع لينصر حركه النهضه سيكون عرفتها مزعج مقلق موتر للاجواء. اليوم لاحظنا تراشق بالحجاره، غدوه نخافوا انه من تراشق بالحجاره نمشيو الى عنف. وهذا إذا صار فإنه كل إمكانيات الإنقاذ، كل إمكانيات إنه البلاد هذه تلقى مسارها من جديد ستزول. هل الحركة مستوعبة المسألة هذا ومدركة لدورها اليوم؟ كي نحكي الحركة راهو أنتم زاد من قادة الحركة. جماعة بيان المياه، جماعة اللي كانوا يطالبوا بالتداول السلمي في الحركة، جماعة اللي كانوا ينتقدوا في الخيارات الحركة، ما تراوش إنه اليوم عندكم دور أساسي، إنه أول حاجة عقلنة رد الحركة، رد فعل الحركة تعقلنوه. ثاني حاجة البحث على انه المعطيات تغيرت فلا بد من بناء، وانت قلت نحب نبني الباني في جديد يتطلب كذلك تغيير المعادله كامله من داخل الحركه. هل هناك توجه من قبلكم ام انه الحركه ستحافظ على تمشي ست اشهر بين الفشل نتاعو؟ مدام يمينة والتصعيد ادى مدام يمينة حسين العيادي يقول لك باختصار اذا كان فعلا انتم راغبين في الحوار في التهدئه في ضبط النفس في البناء محاولة البناء لإنقاذ تونس من هذا المأزق عليكم بسحب أنصاركم من الشارع لأنه تلعبوا بالنار الآن. على كل نحن مجموعة كبيرة في حركة النهضة سواء قيادات التنفيذي وإلا نواب مع هذا التمشي أكيد، وهذا نحب نقول لك أنه عبرنا عليه مباشرة للسيد رئيس البرلمان ورئيس الحركة وهذا واضح. وأنا ما نحبش بلادي تمشي في المنزلق هذايا لأنه الحقيقة هذا خطير على بلادي وعلى شعبي وعلى امورنا الكل. هذا موقف شخصي منك مدام يمينه، انت رافضه لنزول انصار النهضه الى الشارع، الحل مش في الشارع ترى. اي هذا موقف شخصي
لكن الحقيقه محمد انا راني كنت مع الانصار وهاني باش نرجع. الحقيقه الناس راهي محتقنه، راهي الناس خايفه على بلادها، خايفه على الديمقراطيه. هذاك علاش انا ادعو رئيس الجمهوريه انه يطمن التوانسه الكل، التوانسه اللي متغشش عليهم والتوانسه اللي ساندوه ما يسالش. واذا ثم تمشي سياسي قوي يمنع بلادنا في اطار الديمقراطيه واحترام المؤسسات واحترام القضاء، نحن مع هذا التمشي. السيدة يمينة زغلامي القيادية في حركة النهضة، شكرا لك على تدخلك معنا، شكرا على كل هذه الإفادات والتوضيحات، وشكرا أيضا لخطابك الرصين. طبعا رأيك أنت حرة فيه وتمثل حزبك وهذا حقك، لكن احنا نحب السياسيين اللي يحضروا معنا في هذا البلاتو ما نتشنجوش ما نحرضوش الناس مهما كانت الاختلاف، فاترنا توانسة ونحط تونس بين عينينا. هيكل المكي، طبعا تونس بين عينينا، وأعتقد أن الرئيس قيس سعيد أصغى جيدا إلى مطالب التوانسة والشباب التونسي. أساسا اليوم هذه الإجراءات الاستثنائية من أجل مجابهة الخطر الداهم، علاش تقلق في حركة النهضة؟ مش على خاطر فيها إشكال دستوري، أو لأنه هذه خطوة إلى الوراء نحو تمكنه من الدولة. هذا هو الإشكال الحقيقي، أنه في إطار المنظومة هذه نتاع الفساد الجديدة اللي خلقتها حركة النهضة تهددها، تهدد مصالح كبيرة، تهدد ناس من تحريك الدعوة العمومية ضدهم، لأنهم حقيقة هم مجرمون، أو على الأقل فلنستعمل مصطلحات قانونية أنهم عندهم شبهات. شو رأيك في قرار قيس سعيد المعلن عنها منذ قليل؟ طبعا قيس سعيد تحمل مسؤولية الآن في اختياراته للإدارة المرحلة هذه، يختار، نتمنى عليه يختار كفاءات ويختار عفا وزير الدفاع. مش مفاجئ بالنسبة لي؟ لا، ليس مفاجئا بالنسبة لي، وأنا كنت ماذا يعني سياسيين هذا؟ فما تململ من وزير الدفاع؟ فما رفض لهذا المسار؟ لا بالعكس، كان هناك، بالرغم أن وزير الدفاع كان اختيارات الرئيس، لكن أعتقد أن كان هناك خيرات تام لوزير الدفاع مع حركة النهضة وهشام المشيشي ضد مصالح الشعب التونسي في مرحلة وزير الدفاع كان مع حركة النهضة. نعم، حكومة المشيشي كان ضد إرادة الرئيس ومواقف الرئيس. على مسؤوليتي كان منخرط انخراط تام في السياسات هذه اللا شعبية اللي موجودة. شو دليلك على هذا؟ أن وزير الدفاع ليس له تأثير كبير، لأن المؤسسة العسكرية معناها محكومة بشكل آخر وترتيب هرمي آخر. شو دليلك على هذا هيكل المكي؟ شو عندك المعطيات؟ أنا كنائب في البرلمان وكانت عندي حتى مكالمات مع السيد وزير الدفاع، وشفت أنه كيف يتصرف وكيف يأخذ قراراته، ولكن الحمد لله جيشنا العتيد محصن، ما كانش منصاع لقرارات الرئيس، ما كانش منصاع ومحترم لقرارات الرئيس، كان ضد قرارات الرئيس. عفيني من الجواب. لا، نقطة مهمة. عفيني نقطة مهمة من هذا، من حق التوانسة يعرفوا شو يصير. نتحدث عن وزير الدفاع الوطني. عفيني من هذا، أنا قلت لك أنه أنني لست متفاجئا من ذلك. خلينا نرجع للمهم. المهم هو وين مصلحة شعب تونس؟ وين مصلحته؟ زميلتي المجمدة مثلي يمينة قالت أنه اليوم الصباح كيفاق الشعب التونسي مش الخبزة رخصت، وتحكي على البورس، معناها كيفاش طاحت البورس وكأن عندنا اقتصاد، معناها هذا الخطاب الإخواني العقيم، معناها وكأنه الآن البورس طاحت والاقتصاد انهار. الاقتصاد التونسي منهار منذ 10 سنوات، التونسي قاعد يتعذب ويتهان منذ 10 سنوات، العيشة ما عادش محتملة منذ 10 سنوات. هذا سمحني خليني نكمل لك النقطة هذه. اليوم أصبح الشاب التونسي عنده حلمة، حاول أهم بعد هذه الإجراءات، الشاب التونسي كيف فاق الصباح فاق وهو يحلم، يحلم بوطن يمكن فيه أنه يعيش بكرامته ويعمل فيه مستقبله، مش يهاجر بالطرق الرسمية كان قاري وعنده دي ديبلوم، ولا يهاجر يحرق في البحر، ولا ينحرف للمخدرات وغيره. اليوم أكل مواطن تونسي بسيط في الحومة الشعبية بدا عنده حلم واضح، وهذا الأهم في كل حسن عيل هذه العملية. جميل الحلم، جميل هذا الكل، أما خلينا نسألك سؤال واضح وصريح، يعني هل أنه حركة الشعب وأنت هيك المكي عضو عن مجلس النواب المجمدات اختصاصاته، جمدت اختصاصاته ولم يجمد المجلس، الاختصاص هو المجمد، أي سلطة كسلطة شرعية جمدت، أنتم في حركة الشعب وأنت كهيك المكي، هل تعتبر أنه الطرح اليوم بتاع أنه الإخوان يلزم، عرفت المشكلة بتاع البلاد هذه فقط الإخوان، أم هي مشكلة منظومة كاملة؟ إذا كان مشكلة الإخوان، فأنه هل الطرح متاعكم يقوم على إعادة تجربة مصر بصياغة أخرى،
أم أنه نحكيه على طرح مختلف كلي، طرح تصحيح مسار كما تحبوا تسميه، أو طرح العودة إلى الشرعية لأي تسمية تحب تسميه، أن يقوم على أنه هذه الأرض تتسع للجميع، شريطة إعادة ترتيب قواعد اللعب، إعادة ترتيب البيت الداخلي وضبط نواميس جديدة. إذا كان هذا اللي ماشيين فيه، فإنه هذا كذلك يستوجب انخراط كلي من الرئيس في هذا المسار ومنكم، وهذا يعني قطع بشكل حاسم ونهائي مع منطق الاستئصال والإقصاء. أنه اليوم الرئيس كي يخرج يكون كلامه واضح، أنا الإجراءات هذه لكل التونسي، ما ثم حتى تونسي احترم القانون ولا ما عنده شبهات ينجم يكون مهدد. واضح، هذا السؤال اللي نسأل فيه. تفضل أستاذ. باش نجاوبك بكل صراحة، لم نكن نفكر يوما في حركة الشعب في استئصال أي حد، ونحن الحزب الوحيد تقريبا ما كانش عنده فيتوات حتى في الحوار. اعتبر أنه احتراما لإرادة الناخب التونسي، كل اللي شكلوا الساحة السياسية هم توانسة. الإقصاء من كان؟ كان من حركة النهضة، تريد الاستثار بكل شيء بمنطق غنيمة، بمنطق غنيمة ومنطق التمكن كجماعة من مفاصل الدولة. نحن وقلناها صراحة في بيانة وندافع عنها، سنحافظ على المكسب الديمقراطي، ولكن في المقابل يجب على دولة القانون أن تنتصر. دولة القانون حتى حد ما هو فوق القانون، أي قانون هيكل مش المكي. على خاطر هو اسمه راشد الغنوش القوانين ولا اسمه قيس سعيد ولا اسمه هيكل مكي ولا اسمه ظاهر حتى مغزوم. شريعة الغاب وشريعة حمورابي قانون. شوف هيكل مكي. القانون التونسي النافذ هو فوق الجميع، ومصلحة الشعب التونسي فوق الجميع. واضح. معناها هذه التهديد بك السردية انتع الضحية وسيناريو المصري، لا لم نفكر فيه ولا أعتقد أن الرئيس يفكر فيه. والمسألة الديمقراطية مسألة حسمت في تونس، لا تراجع عنها. ماذا عن النهضة؟ لا تراجع عنها. انتهت حركة النهضة سياسيا بالنسبة لك؟ أنا أعتبر أن حركة النهضة منذ مدة لخصت مشروعها كامل في حماية راشد الغنوشي في موقعه في رئاسة المجلس، الذي حاط نفسه بأشخاص همهم إلا المال والسلطة، ونشوفه في النتائج والأصوات في حركة النهضة بيدها. أسمعوا سمير جيل وش يحكي، لطفي زيتون خرج من النهضة، أسمعوا عبد اللطيف المكي وش يحكي، أسمعوا أصوات حتى شبابية داخل النهضة إيش تحكي. طيب، وبالتالي أنا أعتقد أنه الرئيس هذا لم يكن معاديا لأي كان، وليس معاديا لأي كان. النهضة تستطيع أن تخلق أعدائها. واضح. هي هذيك هي حركة النهضة لو كانت واضح. تريد أن تحكم فعلا، لكن انحازت للشعب التونسي، لكنها اختارت أن تنحاز للفساد والإرهاب، فلتتحمل مسؤوليتها بالقانون. هيكل المكي، حكومة مرتقبة، أسماء متداولة، توفيق شرف الدين، نزار يعيش، كمال الجيزاني سفيرنا في البحرين، حركة الشعب أين هي من هذا المسار؟ هل ممكن تشارك في حكومة فيها النهضة؟ هل ممكن تشارك في هذه الحكومة حتى إذا ما شاركتش فيها النهضة؟ هل هي مع حكومة مستقلة، حكومة سياسية؟ شو رؤيتكم لهذا المسار؟ شوف، الحقيقة هذه مرحلة استثنائية، هذا قوس تفتح وهو محدد في الزمن، والرئيس يجب أن يختار ويتحمل مسؤوليته في اختياراته. حركة الشعب لا أعتقد أنها معنية بالمقاعد والكراسي الوزارية، يعني أنتم مع حكومة مستقلة أو غيرها؟ طبعا نحن مع حكومة مستقلة كفأة ولائها للرئيس، وفقا لبرنامج الإنقاذ لرد الخطر الداهم هذا، وبعد ترجع الحياة السياسية. نزار يعيش تدعموه كاسم مقترح؟ والله هذا نزار يعيش أو غير نزار يعيش، توفيق شرف الدين شخصية محترمة جدا، نزار يعيش ما عندكمش اعتراض عزو الشخصية هذوما؟ الحبيب كراولي شخصية محترمة، كمال الجيزاني، حكيم حمودة شخصية محترمة، كمال الجيزاني رجل أمن، أنا معرفتي ليه ما هيش كبيرة، لكن أنا نعرفه أنه رجل أمني مهم. هذا من الأسماء تراهم قادرين على ترأس الحكومة القادمة. أنه رئاسة الحكومة القادمة، أنا نتصور أنه من الأسماء اللي طرحت أسماء مهمة، لما لا أنها تقود تحت القيادة الفعلية للرئيس، لأنه لن يكون رئيس الحكومة، سيكون وزيرا أولا. أنا في الأخير أدعو في الأثناء تدعيه للتعجيل بانتخابات مبكرة، ذهب الاستفتاء في أقل من 10 ثواني. طبعا الاستفتاء على الشعب، أنه صاحب السيادة أنه ما يكونش حتى حد لممارسة سيادته، وتغيير كل القوانين وتغيير الدستور إن استوجب الأمر. وأنا أدعو أخيرا كل شعب تونس، كل شباب تونس، إلى أنه يعبر رأيه بالطرق السلمية. واضح. وأدعو حركة النهضة
أنها ما تبحثش مخزونها العنيف وأنها تخسر وطنها وتخسر مكانها في هذا الوطن. شكرا. أدعوها للسلمية في احتجاجاتها من حقها. المكي القيادي في حركة الشعب. شكرا للأستاذ يمين الزغليمي القيادي في النهضة كانت معنا بالهاتف. شكرا حسين العيادي. ربي يحمي تونس. ردوا بالكم على بلادكم. لا للعنف. نعم للتعبير والتظاهر بالشكل المدني السلمي. نعم للقبول بالاختلاف. احنا مختلفين في تونس، ربما تعددت الآراء اليوم، التوانسة مختلفين، لكن ما نجموش نختلفوا في حب تونس. حافظوا على تونس. ربي يحمي تونس. في أمان الله. هنا تونس.